Welcome to Hibiscus. Thank you. شو هالاستقبال؟ وليش اسمه هيبسكس؟ يا حية. قصة كبيرة هالأوتيل، مش بس على المي، في عنده أكثر من 643 بول فوق المي و522 فيلا فوق المي، ربحان 2 أورز. لا شغلة كبيرة، كانت ويت ناطر سير تحت تصورلكن إياها من فوق. ما حدا معه خبر إنه معي الدرون. أوكو بودي مساج، بودي سكراب، فيشل. This is for vacation. We have a jacuzzi. لازم تعدوا كم شخص في حوالينا، عجقوا كلهم. شي خمسة بالمطعم، خمسة ستة على الباب، أربعة تياخذوا الشنط، ثلاثة تيبرمونا. شو بدي خبركم يعني عن جد روعة. رح نبلش أول شغلة ببرمع الأوتيل، المنظر اللي لازم واحد يشوفه. ليش اسمه هيبسكس؟ ليش ربحان أوردز؟ وليش الفيلاز بقلب المي؟ أند ذن ناطر انزل شوف هالسويت غير شكل. وعشية في طلع ثلاث عشوات. Okay. Actually, we have a leaf area, five petals, and one stigma. Oh, it's just a copy-paste. From the lobby itself, we have almost 1.2 kilometers until the end there. Yes, every single room have their own swimming pool in their own swimming pool itself. تتخيلوا قاعدين انتوا على المي مثل ما شايفين، في واحد ياخد اخر وحده ويصير البحر قدامه. So here we are in the middle between three countries. Yes, correct. We have Singapore and Indonesia, and we are here in Malaysia. Wow. So one can book any villa. فيك تطلب، فيكن تحجزوا وحدة هون، فيكن تحجزوا وحدة قدام. كل واحد عنده وحدة وحده individual. So عنده البول مع ازاز، هلا بنشوفهم، وفيو على الماء تحت، floating on water. What an exceptional experience. الأوتيل فيه أربع مطاعم، فيه كوفي شوب أو بيستري شوب، فيه هون الأول داي داينينج، فيه جابانيز ريستورنت، وفيه تحت بالنص بنص الزهرة محل بيعمل موكتيل بالليل. شعبات حلوين هون البحر، الاولاد حتى عندهم محل يقدروا يلعبوا. تقريبا الحراره شي 32 هلا. بتشوفوا كل الريزورت قدامكم، وفيكم تتمشوا من الاول للاخر تقريبا كيلومتر و200
وهون على الإبسكس ووك كمان بتعملوا البرمي كلها سوا لهونيك. في شيء لك الحدا، خضار، شمس، قعدة، ريزورت، وأهم شغلة أنه كيدز فريندلي. هون بالنص في عندكم البار، عندكم المطعم، ثلاثة طوابق فيكم تشوفوا كل ريزورت انتو بنص الزهرة. تقدر تشوف الاسماك عم تمشي من تحت، حمام كتير كبير، خارج قفل مع مغسلتين، عندنا بنوار ودوش مع بعضهم، فيو لبرا، ومن تاني ميل بول مهضومة صغيرة، كرستين، تراس حجمها حرزان، تختين كتير كبار. يس ما تخاف، متر ونص، إذا نطيت ما بتغرق، بس هون فيك تقعد مع فيو على كل البحر. من بعد ما طلع الدرون حمام بسطنا بالأوضة وارتحنا ساعة زمان، صار وقت العشاء. بيستقبلوكم ببيفيه مفتوح مثل ما شايفين كل نهار جمعة وكل نهار سبت على العشاء، وشو بدكن تاكلوا كل رح عبي صحن هالقد. زمطنا لحقت حالي على القد، فرقت معي عديقة. تتكون خفت العجقة بهالوقت نحن رح ناكل ياباني مستحلي سوشي، وبهالسفرة بعد ما أكلنا. Welcome to our Omi Restaurant, Japanese.
ضايع شو بدي اطلب. صورهم حلوين وبيشهوا. يا ريت فيني اطلبهم كلهم. مع انه شكله مبين شوي دبش، بس تخبركم انه رزيته طيبين. الخلطه تبعه طيب، ما فيها سمك. هون بسموها كاليفورنيا. للي ما بياكل سمك هيدي عظيمه. على طريقتهم خياره بيكل مايونيز. صار وقت الجد. بتعرفوا هيدا الريزورت الحلو فيها انه في شيء لكل حدا، هي مزبوط للعائله. منشان هيك بكل اوضه في تختين كتير كبار، تخت للبي والام وتخت للولاد. هيك ما بياخذوا اوضتين وبياخذوا اوضه واحده. في الاول داي دايننج، محل ما الولاد والعالم كلها سوا فيها تاكل كل بدها اياه، واذا الاهل عبالهم يجوا عشيه وياكلوا عشا هيك على رواق، هيدا هو المطعم لهم يلي هو الجابانيز. وصلوا هول، لكن عم نمزح وعم نضحك انه عم بيهزوا بعده عايشين. عم بمزح. هون عنا اوكتوبس بولز، ريحتهم كتير حلوة سموكت. very nicely done. بتفقع بقلب التم، بتدوب وين ما كان، بتروح هيك بوم، مثل كأنه جبنة دايبة، مثل كأنه شادر مسخن. beautifully done. عنا هون السامن، جابانيز دمبلينجز، very good quality. من برا مستوية مزبوط، ومن جوا أول ما تكتشوها عباية مي ومنه متبخرين. اف، وبتفع بقلب التم. رجع ادوق زيته، حبيته كبار وبيشبعوا. وهيدي سالمون سلطة بالاخر. سمكه عظيم، very good quality, nice flavors. طعمت كلهم balanced, nice texture in the mouth. صحون حلوين، وبعدها ريحه التدخين تحت مناخيري. great. من هون بعد في صحنين ثلاثه بنرجع على البوفيه بنشوف شو تركوا لنا اكل، يمكن بندوق كم شغله. اذا بتقروا المنيو بتفهموا ليش هالقد مهمين. يمكن الديكور منه مثل ما مفكرين، ويمكن الضوء منه كتير واطي، بس عم تطلعوا بتشوفوا هن شو. مثلا هيدي مي حلوه ايل لونجلي مارينيتد. واو، اتس بارتي تايم. لساني عم بيرقص، مش معقول. شوي ترياكي سوبر تندر مثل الزبدة، very intensely and enjoyably sweet. شقف اللحمة من التبنياكي، nice body, nice texture. بالآخر my all time favorite رامن. واو. نرجع على البوفيه ندوق الأكل، والليلة عندي مفاجأة. الشيف تبع الاوتيل ناطرني بالمطبخ تنطبخ مع بعضنا. رح نطبخ مع بعضنا، رح نضحك، رح نتسلى. قلت له ليك بشرفك ما تقعد حالك جد، جاي اتسلى. قال لي اوكي، رح نشوف حتى نتسلى. طلع عبالي شيء خفيف، كوكونات باين ابل اند كاري، بس كل شيء بماله هول بمال. هول شو طلعوا؟ هول طلعوا لنتلز سولت اند بيبر ميد لايك تشيبس. سوبر كرانش.
طيبين، مش معقول في طيبين. عشاء على السانسيت. اكيد عبالكم تنبسطوا بالسانسيت وما اكثر من تشوفونا عم باكل. واو ذس از جود. سوبر سبايسي. او ماي جاد. ما اكلت حرك في اليوم. سوبر سبايسي. اكل طيب، نفسهم طيب. شفية من كل الجنسيات، سوبر سبايسي. في عن جد من كل الجنسيات بآسيا. أكلهم طيب، بس الحلو هو الوقفة هون. سانسيت، الشمس عم تبرم وين ما كان، علم ماليزيا، صوت المي عم بفقش هون وهون وهون. Beautiful end of day. Crunch crunch. مثل ما وعدكم الشيف ناطرني بالمطبخ. شو هالمطبخ الكبير كبير كبير. بعدنا منمشي، بعدنا منروح لقدام، بعدنا من هيوج. وينو الشيف وشو رح نطبخ الليلة؟ ما رح خبره انا تعشيت. تعشى عن جديد. You look so fun and you look so like you love to eat. Oh, you have to spend the day with me. Thank you. It's so fun. Thank you. لابس الصباط الغلط للشغل الغلط للمحل الغلط. ايش الشيف؟ Hi. Good evening. I'm always good. Chef, good evening. Hi. Good evening. Let's start by introducing yourself. All right, I'm Chef Gary. I'm 56 years old. I've been cooking for the last 36 years. Okay. Right. Wow. I've been cooking. I learned my trade starting with French cooking. Nice. Now I'm branching into every other thing. So international. You do everything. International. Everything. How many people help you at the hotel? In my kitchen at the moment I have around 120 staff. Wow. Under. You can go to war with all that stuff. Yeah, that's why we have a lot of big events here. Okay, so let's start by the hotel. So the hotel has four restaurants, so different functions, a ballroom. So you can cook anything to anyone at any time and yes. serve breakfast, lunch and dinner. Yes, any cuisine that they request, we can provide. Perfect. What are we going to cook tonight? Tonight we are going to cook Malaysian Mi Mama. Mi mama. Mi mama. Noodle. Mi mama. It's a noodle. Fried noodle. It's a breakfast, lunch or dinner? You can have it 24 hours, this one. So breakfast. I noticed that you in Malaysia eat everything every day. Yes. All day. Every day. Whenever you are hungry, you are game for it, anytime. Perfect. Let's start. Alright. So our ingredients. Start with. Here I have some yellow noodles. Okay. Right? What's the difference in colors between noodles? They are different texture, different taste, different type of noodle for different type of cooking. Okay. Right. Yellow noodle, you can use it to fry, you can use it for noodles, soup. Normally, we will mix with rice noodle. Okay. For noodle soup, taste better. I didn't have dinner yet, so I'm coming and hoping to have the best food ever. But can I remove two ingredients? Yeah. Sure. Can I remove these two? No. It won't be authentic. I'm joking. Alright, so we start. Here we have curry powder. Okay. Alright. Mustard seed. Uh-huh. I don't like to fry the mustard seed because it's so small. It tend to fry very fast and it burn and it will be bitter. Okay. So I mix it in. Next, we have the prawn already clean. Okay. So you always keep the head and keep the The presentation. Okay. They're well cleaned. They're so fresh.
Yes. Not even sticky, not even beautiful. Well, beside us is the sea. So, I have many questions for you while you're working. What is your favorite dish? My favorite dish? Everything that I cook. My answer. Let's go in. So the wok is part of the Malaysian cuisine as well? Yeah. It's not only Chinese? Malay, Indian, Chinese, everybody wok. What's the difference between Malay cuisine and Malaysian cuisine? Malaysian cuisine involves everything. It involves Malay, Indian, Chinese. You have Sabahan, you have Kadazan, you have So all this Mama. Part of Asia yes. has all learned from each Malaysia, other. In Malaysia, yes. We will have some influence. Every cuisine, Chinese cuisine, have some influence of Malay. Mm-hmm. Every Malay cuisine or Indian cuisine have influence of Chinese or Indian, okay. or mixed, because we are multiracial. Okay. So when you see a wok, always start by cleaning it. There is always yes. there always needs to water to work around. Yes. So when you see a wok, there's water. Always. Yes, always running because it's very hot. Oh, okay. So it's running, overflow, it will wash. Cool it down. Okay. So you need to wash your wok. It's hot, it cooks fast. Yes. Cook fast. Okay, sometimes we hear the wow. Nar, are we? Sometimes we hear the you eat ramen. Is ramen soup or ramen only Korean ramen, or only Japanese? Japanese. Ramen. So probably Malaysian will create the same but with different things. Using the ramen, yes. You can cook a mee mamak with ramen. Okay. With spaghetti. Okay. Wow. Oil. Oil. Lots of oil. Yeah. More fire! High fire, don't worry! So. Boom! Done deal, a minute! Done deal? Less than a minute, yeah. Seconds! Oh. So as not to overcook it. Fast firing! Ingredient, first we'll put some onions. Fry some onions, right? Chili paste. This is the spicy part. Yeah. It's a complete curry leaf. Okay. It's a complete meal that has it all. Huh? It's a complete meal that has everything inside. Yes. And it's healthy and nutritious. Healthy and fast. Next, you have the egg. And it always has to be prepared a la minute, fresh. Yes, a la minute. Cooked to order. So since we're talking about French cuisine where you started, what was your favorite French dish? Duck. Duck? Oh. Duck breast. French duck. Potato. Bean cut puff. Okay. Fish cake. Okay. Seasoning. Some oyster sauce. So this in our language is called tofu? Tofu. Yeah. Tofu is a different. This is more like a puff. But it's soybean. Tofu is more solid. Okay. It's still soya bean. Okay. Some soya sauce. Soya sauce. Some black soy sauce for the color. This is for the color. Interesting. Now we put in the veggie, some green veggie and green sprout. Smells complete. So that would be a local version of a noodle dish with kind of everything. Kind of everything, yes.
You got starch, you got veggie, you got meat, you got carbo. Thank you so much. Thank you for your time, chef. And thank you for your time too. Super gonna enjoy it. It has flavors of grilling, frying, fire. We call it wok hei. Smell of the wok. Smell of the wok. Wok hei. Beautiful. Let's dig in. Can you take spicy? Not too spicy, right? You should have asked me the question before. Maybe your tolerance of spiciness is different. Wow. It's enjoyably spicy, very, very spicy. They're just fresh, very well done. A piece of it, spiciness just appeared now. So the noodles are well done, the vegetables are well cooked with a light crunch at the end that stays. I love the flavors, the spices. Whoa, it's gonna be a rock and roll night. You're good. Happy to have spent the night with you. هيك بتخلص قصتنا اليوم. وفيني خبركم انا بهذا البلد كل يوم بكتشف شيء جديد. كل يوم باكل اكل جديد، كل يوم باكل اكل طيب جديد، كل يوم بكتشف بهار جديد او تركيبه جديده. بتتخيلوا ببلد واحد، ساعات بقولوا ماليزيا ترولي ايجيا، هلا فهمت ليش. لانه يعني بلد واحد فيه كل الجيران واكلاتهم وعوايدهم. هون بتلاقوا عطرقات من كل الجنسيات، وكل واحد جايب معه ثقافته واكلاته معه. عم نحكي عن اكل فعلا طيب، عم نحكي عن بهارات قويه، عم نحكي عن حر قوي. انا بدي بعد 3 4 ايام بصير باكل حر مثل غيري. وكل شغله فيها حب، فيها قوه، فيها انرجي، فيها طاقه بشكل مش معقول. بيخلص نهار اليوم مع مشوار طريق كتير طويله، مع وصله لهون، مع كل هالاكتشافات اللي عملناها. بنلتقى بكره بنغير اوتيل تنروح على اشياء اكثر واكثر واكثر. بعد في 3 ايام من هالبلد اللي بده اشهر. كتير 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 مبسوط. يلا من هون لكم جود نايت and see you tomorrow.